تفضلوا مجموعة الألام. باقي احد منكم يا شباب؟ اضرب الوحش معذبنا يا اخي، يطبخ ومهتم بالفعاليه ويشارك. ما يستريح اللي عزمنا رياجيل اللي دعاهم للعشاء والتجاره. سلام والله اللي تبغى صالح. ليلى جنوبيه حافله ما شاء الله، مرحبا ملايين بالواجهات الجنوبيه، وكذلك اديت في الكرنفال. والله نحن نسينا على المسرح، والله احنا اسفين. اتمنى كان معي نقاط خصم. كل الذاكرة والنقاط. معنا عبد المحسن، صالح العسيري، جميل العتيبي، احمد الحاصل. بالله صورة يا اخي فنان. عبد المحسن العسيري، جميل العتيبي، صالح البلوي، معجب القحطاني، فهد القيس، بسام بن عشق، مجموعة الإعلام. ثلاث مراكز راح تروح للستة، من ضمن الستة متسابقين ثلاثة أشخاص فقط، والبقية نقول لهم حظ أوفر إلا إن شاء الله يفوزون. طيب كله واضح. المبروك. من اللي أخذ المركز؟ لا ما بالثالث، أعطوني الثاني، أبغى أشوف اللي أخذ المركز الثاني. راح أصفق هناك. ألف مبروك. خلني أخذ رأيك يا فهد، من متوقع أخذ الثاني؟ 1500 نقطة. الثلاث مراكز طول عمر كل واحد نحصلها يستاهلها، ما في شك. هذا كلام دبلوماسي، ما في كلام، كلكم تستاهلون أكيد. ذاك متوقع أنا الثاني. نعم إن شاء الله تبارك الله. شو أقول؟ فهد وقيس يقول الثاني عندي. ما أقدر أقول. فهد وقيس يقول الثاني عندي وأنا اللي أستحقها في الليلة الثامنة من ليلة الكرنفال. لكن التقييم والنتائج اللي وصلتنا تقول اللي أخذ 1500 نقطة هو المتسابق معجب القحطاني. الكرنفال وبالمواد بدل ابداع مزجها شارب الانشاد والتفكير. الكرنفال وبالمواد يستاهل، يستاهل معجب، يستاهل الطيب، جاه عمرك طويل. طبعا معجب القحطاني وقع على الاختيار في القرعه على الفاكتوري تيكت، وتم منحه البطاقه وخذ 1500 نقطه، وبما ان البطاقه معه فانا تتدبل الى 3000 نقطه. الان 3000 وال500 رجعت للرصيد. طيب عندي بس اذا تسمح لي ابي اتبرع بها لصالح البلوي. لا لا والله لا يستاهل. وش تتبرع؟ هديها. لا لا معجب. لا والله اول فوز لك، هذا اول فوز لك. لا والله ما تتبرع، ما تقدر ترد الكنترول يمكن. ما هكذا. لا ما ادري. انا مستاهل يا طويل اعماركم. والله انت تستاهل. المركز الثالث اللي محبوب يا معجب، تستاهل. والله تستاهل. بسام بن عشق الثاني، فهد القيس اللي كان يقول عندي المركز الثاني لكن يقول هارد لك. ابد راح مني وراح لاخوك. استاهل، استاهل ابوك. صالح البلوي. طول عمرك. ولا جميل العتيبي. صالح ما راح ياخذ مركز. ولا عبد المحسن العسيري. ها ما راح ياخذ مركز. ليش؟ لانه بطل الكرنفال. لا والله انتم كلكم ابطال. من يا ترى اللي اخذ المركز الثالث وحصل على 1000 نقطه؟ يا سلام ما شاء الله، بدع اليوم على المسرح. لكن خلوني اسال واخذ توقع عبد المحسن بشكل سريع. متوقع اخذ المركز الثالث؟ والله اتوقع انه واحد من الاخوان ما هو. الله عليك. ما عرفت تعطي اسم؟ لا والله ما ادري. طيب الف 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 مبروك للي بدع على المسرح اليوم. 1000 نقطه راحت البسه من عشر. قالوا يا ابو عجل
ألف مبروك ألف مبروك بسام بن عشاك ألف نقطة. استاهل استاهل الطيب. جميل والله بسام. جعلني ما خلا منك ولا عدم. الله يحفظك. المركز الأول اللي راحت له 2000 نقطة في الليلة الثامنة من ليالي الكرنفال. من يا ترى اللي أخذ 2000 نقطة؟ فهد وقيس. هل هو فهد وقيس؟ صالح البلوي؟ جميل العتيبي؟ عبد المحسن العسيري؟ أبو صلوح؟ مين؟ ما هو مركز. نقول المبروك وتم ولا بدون تم؟ نقول المبروك 2000 نقطة راحت إلى رصيدك وتم تعويضك يا فهد الشريبة الانشاد والتمثيل ما للسلطان ما يكتب شوف والاسمع عليها التنافس محتجم بين حط يلا يا شباب فهد وقيس يعطيك العافية المبروك وشكرا الحمد لله هذا من فضل الله سبحانه. أول قصيدة أكتبها في القرية وحصلت عليها بالمركز الأول والفوز أهديه لأبوي وأقول ما رضينا من قديمات الليال إلا بالأول كيف نرضى في السنين التاليات برقم ثاني. الله سلام. أبشروا بالأول اللي غير ذا الأول اللي لجينا التتويج النهائي ودحم كابو محمد ودحم الرجي ذولي كله أقول أبشروا بالأول وبيض الله وجيكم وجمل الله حالكم. وجهك سال 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 ونطيب سال ونطيب قطر الكرنفال إن شاء الله. طيب المراكز الثانية.